طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم جميعا في أول محاضرة لدبلومة بيانات للأمن والأمان الحيوي. أستأذنكم جميعا بس يبقى الموبايلات سايلنت وكده عشان بداية المحاضرة. أنا بس عايز أديكم فكرة عن بالنسبة للدبلومة الأولى اللي احنا نظمناها السنة اللي فاتت. طبعا احنا كنا منظمينها اون سايت وعملناها برضو 4 مستويات، المستوى الأساسي والمتوسط والمتقدم والمتخصص زي ما انتم شايفين. بدأنا ان احنا عملنا المستوى الأساسي كررناه 3 مرات عشان طبعا يعني نزود عدد الناس اللي ممكن يلتحقوا بالدورة، لأن طبعا لما بيعمل المستوى الأساسي ما يقدرش يخش على المستوى الميدل على طول. فالحصيلة كان عندنا 41 من المتدربات و11 من المتدربين، وكان التوتال حوالي 52. فكررنا المستوى البيزك 3 مرات، كان في نوفمبر 2019. بعد كده قررنا عملنا المستوى المتوسط بعدها تقريبا بشهر، وكررناها 2 مرات، وكان عدد المتدربات 21 وعدد المتدربين 5، وال52 بقوا 26. لما دخلنا على المستوى المتقدم عملناه 1 مرة، لأن طبعا اللي عدى من المستويين الأولانيين دول فهو بيبقى عنده رغبة وإصرار إن هو يكمل الأدفانسد، وكان عدد المتدربات 15 والميل كان 3 والتوتال 18. لما رحنا على السبيشاليست العدد بتاع المتدربات انخفض ل 11، والمتدربين كانوا زي ما هم كانوا 3 والتوتال 14. يعني معنى كده ان احنا بدأنا بعدد كلي حوالي 52، وانتهينا ان الناس اللي كان عندها عزيمة واصرار تكمل كان وصلوا لحوالي 14. طيب ليه كده؟ لأن دي كانت أول مرة تحصل بالطريقة المكثفة ديت. كان دايما بيحصل قبل كده كورسات خفيفة لمدة يوم أو يومين، وفي صورة وركشوب، والناس بتاخد بعض المعلومات تخاطيف كده من كل موضوع وخلاص على كده يعني. فدي كانت الفكرة اللي احنا طرحناها في بيانات، إن يحصل نوع من أنواع الانتنس وكثافة المعلومات وتكرارها. فبالتالي كانت التجربة كانت جديدة، فأخدت مجهود ضخم جدا في الإعادة والتكرار مننا عشان نصمم إن احنا نوصل بعدد كافي إن الناس تخلص الدبلومة. طبعا هنا المرة دي مختلفة، لأن احنا نزلنا بال4 مستويات مع بعض، وكلها طبعا أونلاين ما عدا يوم المحاضرات دوت أو الامتحان الأونسايت ده لسه إن شاء الله هنتكلم فيه. فبالتالي هتلاحظوا برضو ان العدد النهائي ان الناس تبقى كوميتد مع بعضها هتلاقوه حوالين الرقم ده 14 او 15 او 16، وده يعني مور ذان انف بالنسبه لبيونات لو ان شاء الله كلكم باذن الله كملتوا ونجحتوا ان انتوا تستمروا. طيب تقسيم الناس دي ال52 دول كانوا ايه؟ كان عندنا 6 في مرحلة الخريجين، وكان في 14 سواء كانوا مخلصين ماجستير أو طلبة ماجستير، وكان في 16 دكتوراه، وكان في 16 أستاذ، يعني ابتداء من أستاذ مساعد لغاية أستاذ. وده كان رقم بالنسبة لك كان ضخم جدا، لكن ما تنسوش ان هو اتكرر على ال3 مستويات. فكل ما بنعيد كل ما بنعمل اتراكشن لناس وبتعرف ان احنا ناجحين ومكملين وكده يعني. طيب لما رحنا للمستوى المتوسط هنلاحظ ان الـ6 البكالوريوس دروب راحوا. الماجستير نزل ل9،
والدكتوراه 2 بس، وال16 أستاذ اللي كمل منهم 3 المستوى المتوسط، يعني هم خدوا بس البيزكس معلومات كده، وفي من ال16 نزل ل3. هنلاحظ طبعا البكالوريوس جون، يعني جون وذ ويند خلاص اختفوا. نبص كده للماجستير هنلاقي 14، وبعدين راحوا 9 للمتوسط، وبعدين 6، وبعدين 5. يبقى لو احنا شفنا الخمس الحاصلين على الماجستير او طلبة الماجستير هم اللي كملوا. الإحصائيات دي والحاجات دي مهمة جدا بالنسبة لأي طبق جديد كان بيبقى ماشي ازاي. الدكتوراه كانوا نزلوا ل7، فهتلاحظوا ان تقريبا الـ يعني ال7 نص ال16، يعني معناها نص طلب عظيم وقوي جدا ان هم يكملوا. دي المجموعه اللي دايما انا براهن عليها، اللي هم طلب الدكتوراه يا اما هم لسه فريش جرادويت وحاصلين على الدكتوراه في مرحله المدرس والاستاذ المساعد. دول بيسموهم بره الميد كارير، دول دايما بيبقوا هم الباك بون بتاع اي مجال اكاديميا. نلاقي الطلب طاير، هو مش عارف هو يعني رايح فين وجاي منين. الماجستير برضو يعني يبقى معناها التلت بتاعهم برضو، والتلتين راحوا خلاص خد معلومات وخلاص هو مكتفي بكده. فبالتالي 2 من 16، يعني معناها ايه؟ 1 ل 8. يعني لو كان عندي 8 استاذ واحد منهم كمل، لكن لو كان عندي 2 دكتوراه في واحد منهم بيكمل. طيب كان عندنا بقى على ال52 دول كانوا جايين من اماكن مختلفه جدا، يعني وفيري دايفيرس، كان من كليه العلوم وكليه الزراعه وطب بيطري وجامعه المنصوره والصيدله ومركز النانو تكنولوجي ومعهد بحوث الصحراء والمركز القومي للبحوث ومعهد الامصار واللقاحات ومعهد بحوث الصحه الحيوانيه والمعمل المركزيه والمعمل المركزي للمبيدات وبحوث الانتاج الحيواني ومن المصانع الاغذيه والمشروبات. دي اماكن جهات العمل. لكن التخصصات كان متنوعه، من الاطباء البيطريين والصيادله واطباء الاسنان والزراعيين والعلميين وفنيين معامل واخصائيين تحاليل طبيه. انا حبيت بس اديكم فكره، الدبلومه الاولانيه كانت نظامها ازاي واشتغلنا ازاي، واللي بعضكم ممكن يكون تابع على اليوتيوب او اذا كان معانا وشاف الفعاليات بتاعتها على صفحه الفيسبوك. طيب دي كان دبلومه اوت لاين برضو للدبلومه الاولانيه، ان احنا كان عندنا 3 مستويات، وكل مستوى كنا بنعمل له اتليست 2 كويز، والتوتال بتاع 12 كريدت اورز. فكان التوتال كان الطالب بيعدي بال3 مستويات دول وتدريبات وامتحانات واختبارات وحاجات زي كده يعني، فكانوا حوالي 6 اختبارات. وبعد كده كان بيخش بقى في السوشياليزيشنز والفاينل ريتن اكزام وحاجات زي كده. فطبعا عشان احنا اونلاين وتعرفوا ان انتوا محظوظين طبعا، يعني بالمقارنه للمجموعه الاولانيه، احنا للظروف الخاصه قررنا ان احنا نخفض الكويز ده لكويز واحد. فبالتالي كل ليفل هيبقى له كويز واحد بدل 2. فطبعا خدوا بالكم ان الدرجة بتاعة الكويزين هتبقى على كويز واحد، فبالتالي احنا محتاجين نركز يعني. فطيب احنا هنمشي ازاي او هنحسب ازاي؟ هنمشي ان احنا يعني كل كويز حوالي 10 اسئلة، يعني بلس ماينس مش شارب يعني، وده هياخد تقريبا 50% من السكور. طبعا الاتندنت بتاعك زي ما احنا قلنا ان طبعا ان هي كمانها انتنس ومكثفة، فبالتالي سمحنا لكم ب3 ساعات متقطعة أو متواصلة إن أنت تقدر تجيب، فده برضو عليه السكور 30% إن أنت معانا ومحاضر ومشارك. الاكسرسايز والجروب اكتيفيتي حوالي 20%، اللي هي هتتقسم على
الاربع اكسرسايزز، فكل اكسرسايز بيمثل 5%. طيب يبقى الاكتيفيتي دي كلها بتمثل 70%، 100% اللي احنا شايفينهم دول. هنترجم ال 100% دي بعد كده بطريقة معادلة، هتمثل حوالي 70% ان انت مجموع الامتحانات بتاعت الكويزات بتاعتك والاتندنس والاكسرسايز هيمثلوا 70%. طب ال 30% دول فين بقى؟ اللي هم ان شاء الله هيبقوا متعلقين بالامتحان الاخير، او 25% يعني بلس ماينس، احنا نبقى متابعين معاكم. واحنا يعني هي الاختبارات والتدريبات هي اكتر منها ان احنا بس بناخدك ونخليك تندمج معانا، مش بصورة ان هي امتحانات وحاجات يعني وكده، لا هي مجرد ان احنا بنشوف مدى استيعابك ومدى حصيلتك عشان لو في اي نوع من انواع الدروباك نلحق ونتكلم معاك. طبعا السبيشاليزيشن ما فيهوش امتحانات، ده هيبقى انت هتاخد توبيك ان شاء الله وتشتغل عليه، سواء موضوع فردي او مع او ومع برضو هتبقى برضو ان سيم تايم جروب ممبر في تيم بروجكت، فبالتالي انت هتبقى انفولفد في مشروعين في لهم علاقه بالبايو سيفتي، واحد هتقدمه انت هتعمل عليه برزنتيشن، وواحد تاني كجروب هتعمله معاه برزنتيشن، وهو ده مع الفاينل اكزام هو ده المستوى السبيشالست. فبالتالي مفيش ماتيريال هتاخدها في السبيشالست، انت هتاخد بس محاضرات في البيزك. طيب بالنسبة للأجندة بتاعت أول يومين إن شاء الله كلكم شفتوها، يعني أنا كنت المفروض هكلمكم على إن شاء الله على الترمينولوجي والكونسبتس، وبعد كده الدكتور أزهر هتكلمكم على الميجرينج في البيوسيفتي كلشر، الدكتور عماد هيتكلم على البيزكس بتاعت الميكروبولوجي، والدكتور عبد الستار هيتكلم على الفيرولوجي، وبعد كده الدكتورة دينا من وزارة الصحة هتتكلم على الانفكشن كنترول. تاني يوم برضو موضوع مهم جدا البريفنشن والكوميونيكابل ديزيز والوان هيلث ابروتش، وبعد كده ان شاء الله انا هكلمكم على الجود لاب براكتس، وتيجي الدكتورة اماني هتاخد وان توبيك من الجي ال بي وتكلمكم على حاجه اسمها الستاندر اوبريتنج بروسيجرز. فكل دي مصطلحات انا دلوقتي هبدا اخش لكم فيها ونتكلم فيها. طيب دول يعني اولموست المحاضرين ان شاء الله، وانتم محظوظين ان المحاضرين المره دي اكتر برغم ان هي اونلاين اكتر من المره اللي فاتت ومتنوعين. فطبعا معانا ميورين اليس من الاي اف بي اي، والدكتوره اميمه من وزاره الصحه، وهي والدكتوره نهى والدكتوره دينا والدكتوره عبير، ومعانا الدكتوره ازهار والدكتور عماد والدكتور عبد الستار والدكتوره فدوى والدكتوره داليا من معهد، والدكتور أيمن من معهد بحوث صحة الحيوان، ومعانا بعد كده الدكتورة سماح من مصر جامعة مصر الدولية، وروبرتو من أسبانيا هيكلمكم على الليسون كون يعني من كوفيد 19 بانديميك. طيب هنبدأ بقى نخش في المحاضرة الثانية إن شاء الله. كده واضحة؟ لسه ماشي. طيب المحاضرة دلوقتي هنتكلم على الترمز والديفينيشن والكونسبت في
البايو سيفتي والبايو سيكيورتي. أهم حاجة لازم نعرفها إن الـ يعني إن الترمينولوجي بتختلف على مستوى العالم، لكن ليه المحاضرة اسمها المصطلحات والتعريفات والمفاهيم؟ هتلاقوا الترمينولوجي ممكن تختلف لكن المفاهيم واحدة، والديفينيشنز هتلاقيها متقاربة جدا، فما تنزعجوش لو لقيتوا في اختلاف في المصطلحات بين الدول وبعضها، لكن انت تأكد ان الكونسبت والديفينيشن هتلاقيه واحد. فبالتالي لما نقول الترمينولوجي فيرس يعني ثرو اوت ذا جلوب، يبقى معناها ان المصطلحات هي مختلفة عالميا لكن المفهوم والتعريف هنلاقيه ثابت. طيب احنا ليه مهتمين بالبايو سيفتي؟ لان طبعا لو انت شغال في معامل او في مؤسسة، فبالتالي في ناس حوالينا وفي ممكن حيوانات تجارب وفي بكتيريا، فبالتالي ممكن الناس دي acquiring lab associated infection. وأول ليسون اتعلمناه من كوفيد 19 هو ده اللي حصل، إن في حد جوه الفاسيليتي في ووهان انفكتد بالفيروس وطلع من المبنى بتاعه أو المؤسسة وراح سوق الطيور في ووهان، وبالتالي نقل العدوى لبائعة الطيور المشهورة اللي هي زيرو كيس. فبالتالي البايو سيفتي هنا والبايو سيكوريتي كان لهم دور قوي جدا ان الحاجه دي ما تطلعش بره. طيب الحاجه التانيه ان انت برضو الكونتامينيشن اوف يور ريسيرش، ان انت بالتالي لو ناس مختلفه من معامل مختلفه او بتشتغل ببيولوجيكال ايجنتس مختلفه جوه نفس المعمل او جوه نفس القسم، فبالتالي لازم يحصل نوع من انواع السيطره عشان الريسيرش ده متكلف فلوس كتيرة جدا، فبالتالي ما يحصلش أي نوع من أنواع التلوث. طيب الحاجة الأهم اللي هي contamination of environment، فبالتالي أي escape أو أي release للميكرو أورجانيزم أو البيولوجيكال ايجنت to the community هيسبب أي نوع من أنواع الانفكشن للناس والحيوانات. آخر حاجة احنا ليه مهتمين the public perception، يعني أول ما احنا كنا بنتكلم على الموضوع ده تقريبا من شهر 11، يعني بنتكلم داخلين على سنة ونص، يعني لو قابلت أي حد وكلمته على فيروس وجائحة وبانديميك وبتاع كأنك بتكلمه على أساطير. والغريب ان انا اتكلمت على الانفلونزا الاسبانيه وشرحت هذا الكلام، ومعظم الحاضرين كانوا يعني متلقين الكلام كأن الواحد بيتكلم على حاجه يعني ابعد ما تكون ان هي تحصل. اكتشفنا بعد كده ان احنا في شهر 11 ده كان يعني بوادر العدوى كانت موجوده، لكن هي حصل لها ريليز في 31/12، او الناس عرفت 31/12، ومع بال الناس عالميا ما استوعبت كان في شهر فبراير او مارس. فبالتالي انت كده هنا بتتكلم على البابليك بيرسبشن، ان انت لو كلمت ناس كتيره جدا دلوقتي عرفوا يعني ايه بانديميك، ويعني عرفوا يعني ايه الانفكشن كنترول والتحكم في العدوى والاجراءات اللي احنا كلنا بنعملها دي. طيب هنبدا بقى نتكلم على المصطلحات. هنسمع مثلا لفظ هارم. ايه هارم؟ يعني لما تاخد المصطلح الانجليزي ساعات زي ما قلت لك الترمينولوجي بتختلف، فممكن الهارم ده ممكن يبقى نترجمها اذى وممكن نترجمها ضرر، ف whatever هو نوع من انواع الحاجه العكسيه لصحه الانسان او الحيوان او البلانت، بيحصل نوع من أنواع الضرر ليها، فبالتالي هي
بتسبب له الأذى أو الضرر ده. طيب الأكسيدنت يعني دايما برضو هتسمع، مش أكسيدنت يعني حاجة عربية، لا، أكسيدنت يعني أي حادثة، أي حاجة حصلت جوه المؤسسة ممكن نسميها incident أو accident. incident يعني مثلا حاجة وقعت منك أو كده عفويا ومجرالهاش حاجة، يعني حوادث من الحاجات اللي بتحصل، أحداث بتحصل، أحداث يعني incident، incident يعني أحداث حصلت. لكن حادثة accident يعني معناها إن في فلاسكة وقعت منك، تيست تيوب، حاجة اندلقت على الأرض وانت بتجري وقعت بطريقة غلط في مكان غلط، فده حصل accident، وده ممكن giving rise to harm. يبقى معنى كده ان الاكسيدنت ده حاجة مش متعمدة، ودي حاجة مهمة جدا نفرق بين التصرف المتعمد جوه المعمل والتصرف الغير عمدي، لكن الاتنين ممكن يؤدوا إلى الضرر لها. طيب يبقى السيفتي ريجوليشنز بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان انت لازم توصل لمستوى ان انت تبقى زيرو اكسيدنت، يعني ما عندكش اي نوع من انواع الحادث. وطبعا ده حاجه شبه مستحيله، لكن بقدر الامكان انت بتعمل مينيميزيشن للاكسيدنتس جوه الفاسيليتي بتاعتك. طيب الهازارد برضو لو حبيت تترجمها برضو هتلاقيها ضرر او اذى، فهي مقاربة لكلمة الهرم، لكن هي مصطلح أكتر منه علمي هنسمعه دايما في المعامل أكتر من كلمة هرم. ليه الهازارد دي اللي هو إيه بقى؟ الهازارد دي يعني المصدر بتاع الأذى بقى، يعني potential source of harm caused by any harmful agency، يعني زي ما لسه قايل أنا دلوقتي الكتر. طيب في مثال مثلا عادي، يعني انت ممكن الحاجه ممكن تبقى بوتنشال وممكن تعمل ممكن تعملش، يعني انت لو استخدمت القطر بطريقه كويسه فبالتالي مش لازم تصاب، لكن في احتمال كبير جدا ان انت تصاب بطريقه عفويه او حد نادالك او كده، ان انت مثلا يعني كليننج اي نوع من انواع الجلاس وير اللي جوه المعمل مثلا، ففي احتمال انه يتكسر في ايدك، ان انت بتستخدم سلم في احتمال ان انت ممكن تقع، فبالتالي كل ده ممكن نصنفه ان هو في اسم غريب قوي عايز يعمل ادميشن. طيب مثلا طيب الباي هازارد ايه بقى؟ هو نفس التعريف، ان potential source of harm caused biological agent. هنا بقى كان الهازارد any harmful agent، لكن لما نقول bio hazard هنبدأ بقى نضيف ايه بقى؟ البيولوجيكال agents or toxin. يبقى هما الاثنين فهمنا كده الفرق ايه ما بينهم ايه، والفرق ان هي ايه المادة البيولوجية او التوكسينات. والعلامة والساينز دي مهمة جدا، بتلاقوها على حاجات كتيرة جدا اللي هي البايو هازاردز. طيب ايه البايو هازاردز اللي ممكن تكون في المعامل؟ طبعا ممكن يكون نسبة كبيرة جدا منكم عارفها، يعني اي نوع من انواع الباثوجين، بكتيريا ممرضة او الفيروس او فطريات او وات ايفر، يبقى هي متصنفة ان هي كائن حي دقيق ممكن يسبب نوع من انواع العدوى. تاني حاجة المادة البيولوجية، ايه المادة البيولوجية؟ اي جزء من اجزاء النباتات او الانيمالز او الاكستراكشنز من نوع من انواع المايكرو اورجانيزم او كده، ده بيولوجيكال سورس، هو بوتنشال سورس اوف بايوهازارد. طيب برضو نفس الحكاية لو السيل كولشر مثلا، الناس بتستخدم الكولشرز او حاجه زي كده، برضو دي بيعتبروها بيولوجيكال ايجنتس. الكائنات المعدله الوراثيه اللي هي جينيتيك موديفيكيشن اورجز برضو بوتنشال سورس اوف بايو هازاردز.
والبلانت برضو النباتات المعدلة وراثية. بعض الحاجات التانية بقى اللي هي الأنسجة الأساسية من الإنسان أو من الحيوانات، التوكسينز الموجودة في المعامل، الركوبات دي، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. طيب بعض الأمثلة اللي ممكن تكون بايو هازارد، يعني الناس اللي بتشتغل على الدم ومشتقاته، الإفرازات المهبلية، الحيوانات المنوية، السائل الأميونيتيك فلويد اللي حوالين الجنين، أي نوع من أنواع التيجو، السائل النخاعي، الزلال، السلالات المزرعة، اللعاب، اليورين، التيرز، المخاط، الفيسز، القيء، يبقى أي نوع من أنواع الإفرازات اللي ناتجة من الحيوانات أو الإنسان هي potential source. لازم تبقى حاطط بين قوسين potential source للعدوى. فبالتالي بنلاحظ في يعني في بيحصل جدا ان الناس بتاخد الامور دي، ولما بتتعامل مع الحاجات دي بتتعامل بيها ببساطه، وبيحصل ان هم بيحصل لهم عدوى. وفي طبعا ناس ممكن تعيا جامد، او ناس ممكن تعدي والامور بتمشي ومفيش مشكله يعني. لكن طبعا لما بتسافر بره كل الاحتياطات دي بتبقى محطوطه في الاعتبار. الريسك، يبقى احنا قلنا تعريف الهارم، تعريف الهازارد بقى اللي هي المخاطرة أو الخطر، يعني على حسب التعريف مكانها في الجملة يعني. طيب الخطر أو المخاطرة دي إيه بقى؟ أي خطر بتتعرض ليه، سيبك من البايو سيفتي أو الفيروس، أي خطر بتتعرض ليه أنت ماشي في الشارع، لو أنت ماشي على الرصيف في احتمالية قليلة جدا إن عربية تطلع على الرصيف وتخبطك. ده بيحصل، بيحصل نسبتها قد ايه، عكس ما انت تبقى ماشي جنب الرصيف بس في الشارع نفسه على الاسفلت، او ان انت ماشي في نص الطريق ونفس الكلام وانت بتعدي. فهو ده احتمالية الضرر بيحصل تحت defined circumstance. يعني انت ما ينفعش تعرف الخطر بدون ان انت تعرف defined circumstances دي، اللي هي الظروف المؤدده للخطر. وبالتالي ان اي خطر بيتحسب ازاي؟ بيتحسب ان انت عامل ضرب الارجحيه او الاحتمال خطر وتوابع هذا الخطر. فبالتالي ممكن مثلا وانت ماشي على الرصيف ان العربيه فعلا تطلع على الرصيف وتقرب منك ويقوم دايس فرامل، فبالتالي الارجحيه بتاعته حصلت، لكن الكونسيكونسنج ان الشخص قدر يدوس على الفرامل ووقف، لكن الخطر بالفعل كان قاب قوسين او ادنى منك، فانت في المره دي كنت لاكي، المره التانيه ممكن الشخص ما يلحقش يدوس فرامل. فبالتالي لو نزلت في الطريق هنا اللايكلي هود بتاعتك بتزيد والتوابع بتاع الخطر بيزيد. فده تعريف. طيب لو احنا رحنا بقى لكلمه بايو، هي نفس الكلام بس ال agent or toxin، يبقى or toxin. يبقى البايو ريسك هو نفس تعريف المخاطره واحتماليه حدوثها وحاصل ضربها مع الكونسيكونسز بتاعتها، فلكن ان كيبنج نور. فانت ممكن يكون بيولوجيكال ايجنت ده يعني حاجه بسيطه مثلا بكتيريا عادية مش مميتة، لكن ممكن البيولوجيكال ايجنت ده ممكن يكون في فيروس مميت، ممكن يكون في ميكروب سول، ممكن يكون في، ففيها الغلطة هنا بفورة. فبالتالي البيوريس حسب على احتمالية الهرم والسيفيريتي بتاعت او شراسة البيولوجيكال ايجنت او التوكسين اللي انت اتعرضت ليه، اللي ممكن تتعرض ليه جوه اي معمل. بيحصل ان انت ممكن ان انتشنال اكسبوجر، يعني انت واحد شغال جنبك وشغال بيولوجيكال ايجنت وانت بريء خالص، انت شغال حاجه كيمياء او بتاع، فانت هنا بيحصل لك تعرض غير.
او ان يحصل اكسنت ريليز، ان الماده دي تتسرب او تتفقد. ممكن تيجي تقول فين الحاجه اللي كانت هنا، محدش يجاوبك، وسيء استخدامها، ميس يوز، او ان شخص ان اوثورايزد اكسس، ان شخص مش مصرح ليه انه يخش في المكان ده ودخل وقدر يسطو على الماده اللي هي ممكن تكون توكسين او ايا كانت من انواع المواد الخطر اللي جوه المعامل. الريسك العادي جدا ده الترم بتاع الريسك، اللي هو حاصل ضرب الاحتماليه مع الكونسيكونس الخطر ده، وده البيوريسك في محط في الاعتبار ان هو بيولوجيكال ايجنت اور توكسيك. طيب يبقى قلنا البيوريسك. طيب اي بيوريسك جوه المؤسسات الكبيره جدا بره لازم بيحصل له اسسمنت، واول يعني كورس انا حضرته في البيوريسك اسسمنت ده كان في العينات، وكان في ايطاليا، وكان اللفظ ده كان جديد وما كانش الناس عارفة يعني عنه كتير، وكان حوالي 15 يوم. فالريسك يعني ايه الريسك اسسمنت؟ ان هو بيعمل ايفالويتنج، يعني بيقيم البايو ريسك ارايزنج فروم بايو هازارد اند ديسايدنج ويذر اور نوت ذا بايو ريسك از اكسبتبل. تعريف جميل جدا جدا، ان هو الناس اللي بتقيم المخاطر دي بتقول ايه؟ بتقول ان المخاطر اللي ناتجه من الماده الحيويه دي ايه هي؟ بتقيمها وبتحطها في حجمها الحقيقي، وبعدين بتقرر ان المخاطره دي اكسبتبل اور نوت. يعني معنى ايه؟ يعني ممكن البايو ريسك اسسمنت ده يقول ان المخاطره دي مع الماده البيولوجيه دي زيرو تولرانس، وينبه الناس اللي شغاله عليها ان اي خطأ في الموضوع ده بأي صورة من الصور هيحصل لك تيرمينيشن للكونتراكت بتاعك، وهيحصل تحقيق وحاجات زي كده. او ان يجي يقول والله يبقى معنى كده ان البايو ريسك اسسمنت كوميتي هي اللي بتدرج وبتقسم البيولوجيكال ايجنتس او السورسز اللي موجودة جوه المؤسسة والمخاطر بتاعتها، وبتعمل لها جروبينج. فبالتالي انت كشخص جوه المؤسسة بتبقى عارف انت مكانك فين في البايو ريسك اسسمنت. طيب هي بتعمل ايه؟ هي بتعمل بلان جوه المؤسسه، وبعدين بتنفذها، بتعملها دو، وبعد كده من فتره للتانيه بتعمل تشيك اب على الحاجات اللي هي شغاله جوه المؤسسه، واي دروباك بتلاقيه بتعمل اكت عليه وبتحاول تقومه، وبعدين بتعيد الدوره تاني وهلم جره طالما الحياه مستمره جوه المؤسسه. طيب انا بعمل برجع ورا ليه دايما؟ بعمال يعني اربط لكم الكلام. يبقى احنا اتكلمنا على الريسك والبايو ريسك، وبعد كده الناس اللي بتعمل تقييم او تقدير المخاطر الحيويه. طيب الناس دي شغاله لوحدها بتوع الاسسمنت؟ لا. طب هما بيودي كلامهم فين؟ يعني هو لما يعمل بلان ودو وتشيك واكت، لما بيعمل تشيك اب بيبلغ كلامه لمين؟ بيبلغ كلامه الإدارة، المانجمنت. يبقى البايو ريسك اسسمنت كوميتي في لجنة أعلى منها اللي هي بايو ريسك مانجمنت كوميتي. يبقى البايو ريسك مانجمنت يبقى بيجي لها كل الفيدباك من الناس بتوع البايو سيفتي اوفيسرز واللي بيعملوا بايو ريسك اسسمنت وحاجات زي كده، وهم برضو بيقرروا بقى برضو من الناحية الإدارية بقى، مش من الناحية البيولوجية، الأخطار دي acceptable ولا نقدر مانجبل. شوف بقى هنا نظرة الإدارة دايما بتختلف عن الناس اللي هي في المرحلة الوسطية. ممكن الإدارة شخص في الاسسمنت يقول له ان الخطأ ده ان اكسبتبل زيرو، يروح للمانجمنت يقول له لا الخطأ ده انا اقدر اعمل له مانجمنت جوه المؤسسة عندي. طيب يبقى اللجنه بتاعت البايو ريسك مانجمنت اللي هي بقى التوب اللي موجوده جوه المؤسسه بتبقى ايه؟ بتبقى فيها انديفيدوالز اللي هم البروفيشنز، الناس بتوع البايو سيفتي والبايو سكيورتي، وموجودين بقى في الاسسمنت ورايحين بقى جايين وحاجات زي كده، وكومبتنت بقى يعني ناس مدربه على اعلى مستوى، ومعاها ريبريزنتيف من الاداره يكونوا بقدر الامكان برضو عندهم نوع من انواع المعلومات
في الموضوعات البيوسيفتي والبيوسيكوريتي والانفكشن كنترول عشان تقدر تدي قرارات حاسمة جوه المؤسسة. يبقى تاني ريسك، بايو ريسك، بايو ريسك اسيسمنت تقييم، و بايو ريسك مانجمنت كوميتي. طيب الناس بقى العظيمة قوي بقى اللي هي بقى اللي ممكن تروح للمدير وتقفل معمل، دول بقى البايو ريسك كنترول اللي هم المسيطرين على كل مجريات المؤسسة يعني. فممكن يكونوا جزء من البايو ريسك مانجمنت، او ممكن تكون لجنة منفصلة على حسب الانترنال ادمنستريشن. دول بقى بيعملوا ايه؟ دول بيعملوا اكشن. يعني ممكن البايو ريسك مانجمنت تدي قرارات، الناس بتوع تقييم المخاطر دول ناس يعني اليجنت كده، يقاد زرقاء، فبيقيموا المخاطر وبيطلعوا توصيات. البايو ريسك كنترول دول هم الناس اللي بياخدوا الاكشن جوه المؤسسة وبينفذوا قرارات الإدارة على اي معمل او اي انديفيديوال جوه المؤسسه. وبيشوفوا ايه بقى؟ بيشوفوا حاجه مهمه جدا يعني جدا، ان بيقول ايه بقى، بايو ريسك كنترول مي انفولف ايه بقى المهام بتاعتهم، ان هم مونيتورنج يعني بيبصوا وبيراقبوا وبيعملوا ري ايفالويتنج جوه المؤسسه، واهم حاجه كومبليانس ويز ديزيشنز، بيشوفوا الناس مدى امتثالها. كومبليانس يعني امتثال، خضوعها للقرارات اللي بتقولها لجنة البايو ريسك كنترول. لأن زي ما قلت لكم البيولوجيكال ايجنت بتبقى متدرجة لحاجات ممكن تكون في منتهى الخطورة، وهقولها لكم في نهاية المحاضرة. يبقى الافكتيف بايو ريسك مانجمنت اللي هي في النص دي في أي مؤسسة ممكن يكون مثلا عندها 3 عوامل شغالة معاها. ايه هما؟ ان يكون عندي المانجمنت الادمنستريتيف كنترول وهي متفهمه يعني ايه بايو ريسك مانجمنت، ويكون عندي ناس بتفهم في الريسك اسيسمنت والستاندرد اوبريتنج بروسيجرز وناس متدربه في البايو سيفتي، ويكون عندي مهندسين بيكونوا شاطرين جدا في ان هم بيعملوا الفاسيليتي ديزاين ونظام الفنتيليشن جوه المؤسسه وانواع الاجهزه والبايو سيفتي كابينت والكلام ده. يبقى بالتالي حاصل الانجينيرنج مع الساينس مع المانجمنت يدي ده. طب ده معناه ايه؟ معناه مهم جدا ان انت ممكن يكون عندك اداره متفهمه، وممكن يكون عندك ناس زينا كده بيفهموا في البايو سيفتي والبايو سيكيورتي، لكن انت ما عندكش الاستراكشر او الديزاين اللي يتيح لك ان انت تنفذ ده. يعني تصميمات مباني غلط، او الايكويبمنت فيها مشاكل في الصيانه، او نظام الفنتيليشن جوه المؤسسه ما يقدرش يخدم لك البايو سيفتي او البايو سيكيورتي ايشوز. ونفس الكلام انت ممكن يكون عندك مباني كويسه واداره متفهمه، بس ما عندكش المان باور اللي هو فاهم اللي يعني ايه البايو سيفتي والبايو سكيورتي، اللي هو ده غرض الدوره ده، ان هي تعمل ديسيمينيتنج للساينس بتاع البايو ريسك اسيسمنت والبايو سيفتي والبايو سكيورتي. يبقى احنا لما يبقى عندنا الناس دي وعندنا ناس متفهمه دي، وبقدر الامكان لو قدرنا نيجي نظبط موضوع الفاسيليتي ديزاين والفنتيليشن اللي جوه المؤسسه وانواع الاجهزه والبيزا، انت هتوصل لإفكتيف بايو ريسك مانجمنت. هتسمع مصطلح وفي محاضرة مستقلة هتاخدوها بكرة على الجي ال بي اللي هو جود لابوراتوري براكتس، اللي هو يعني هو غرضه الأساسي الريسيرش. لكن طبعا لما نتكلم عن الريسيرش، طب ما هو البيولوجيكال ايجنسي الناس بتشتغل ايه؟ ما بتشتغل ريسيرش برضه، يعني ما اي ماده بيولوجيه او اي توكسين بتشتغل ريسيرش. الجي ال بي هو غرضه ان كل الاجراءات او كل الممارسات جوه المعمل تكون فاليد وسليمه وصحيحه ومتوافق عليها. بعيد بقى عن كلمه البايو سيفتي وبعيد عن كلمه البايو سكيورتي، فهو الأب الشرعي لكل الممارسات
السليمة جوه المعامل، سواء إذا كان معمل كيمياء أو معمل بيولوجي أو أيا كان نوع المعامل دي. فبالتالي هي عبارة عن body of mandatory rules، يعني الإجراءات الإجبارية جوه المعامل عشان تضمن الكواليتي والكوركتنس، يعني جودة وصحة أي result produced by laboratory. طيب ستاندرد اوبريتنج بروسيجر برضو لها محاضرة مستقلة هتقولها لكم دكتورة أماني بكرة. دي بقى بتبقى ريتن انستراكشنز موجودة جوه المؤسسة، بتقول ايه بقى؟ بتقول ان انت ازاي بتتحصل على الداتا جوه المعامل، وازاي ان انت بتخزنها، وازاي بتتعامل معاها، وازاي بتعمل فولو اب، وازاي ان انا اي مدير مؤسسة يجي يقول والله كان في تجربة من حوالي 3 4 سنين مش عارف كنت بتتعاملوا على ايه، هتقولي كل الرو داتا بتاعت التجربة دي اللي زي دي مفيش حاجة اسمها لا اختفت، والراجل اللي كان او الولد المسجل ماجستير اللي كان بيعمل ده مشي وخد حاجته، مفيش الكلام ده. المؤسسات الكبيرة انت بتيجي بشنطتك او بتخش وبتطلع منها، لو انت هتروح مؤسسة تانية ما بتاخدش اي ورق معاك لحد فتح صوت. برجاء بس ما حدش يفتح المايك بعد اذنكم. تمام. هو انا فاضل لي قد ايه؟ هخلص كام؟ ما الجدول عندي. طيب البي بي اي اللي هو البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، اللي هي اي ماتيريال او اي حاجه بتكون غرضها حمايتك الشخصيه، وبرضو دي لها محاضره خاصه بيها يعني. طيب جينا بقى للمهم، البايو سيفتي هنقراها بالانجلش كده، ان هو describes containment principles technologies and practice that are implemented to prevent unintentional exposure to biological agents and toxin or their accident release. يعني ايه؟ يعني البايو سيفتي بيشرح الاحتواء الأساسيات والتقنيات والممارسات جوه المعمل بغرض منع أي تعرض غير متعمد للمادة البيولوجية أو التوكسينات أو accidental release، يعني إن هي يحصل لها تسريب عن طريق الحادث للمادة البيولوجية دي. هو ده البيوسيفتي، إن هو مجموعة من البرنسبلز الأساسيات والتقنيات والممارسات جوه المعمل، كل الغرض بتاعها ان هي تمنع to prevent الحاجتين دول، ان انت امان حيوي جوه المعمل، ان انت ما يحصلكش اي تعرض غير متعمد للبيولوجيكال ايجنتس، وان الماده دي ما يحصلهاش اكسيدنتال ريليز. ده البايو سيفتي. طب البايو سيكيورتي بروتكشن كنترول accountability فور بيولوجيكال ايجنت توكسينز within لابس in order to prevent their loss, safety, misuse, diversion, unauthorized access, or intentional unauthorized release. يعني ايه؟ يعني ان هو السيطرة او الحماية والوقاية او السيطرة والمساءلة فيما يخص اي مادة بيولوجية او توكسين جوه المعمل، عشان يمنع ايه بقى؟ عشان يمنع فقدها او سرقتها او اساءة استخدامها، او ان شخص غير مصرح ليه يخش مكان معين ويدخله. يبقى معنى الفرق بين الحاجتين ايه؟ ان البايو سيفتي بيركز على الناس، بيركز على الناس وعلاقتها بالبيولوجيكال ايجنت، عينه على الناس، على المان باور جوه المؤسسه. البايو سيكيورتي عينه على البيولوجيكال ايجنت، هي محطوطه فين، لها سجل ولا لا، نقصت ولا زادت، مين المفروض شغال عليه، الشخص ده كويس ولا لا. فهو كل غرض البايو سيكيورتي اللي هو الامن الحيوي، ان هو تو بريفنت، ان هو يمنع
فقد أو سرقة أو إساءة استخدام، أو إن شخص غير مصرح ليه إن يخش هذا المكان، أو إن يحصل intentional يعني يحصل ريليز متعمد غير مصرح ليه للمادة البيولوجية، يبقى ده البيوسكيورتي اللي هو الأمن الحي. البيوسيفتي ليفلز اللي هي البي اس ال، ده برضو لفظ لازم يعني يبقى ده هتسمعوه كتير، بي اس ال 1 وبي اس ال 2 و3 و4. البي اس ال 1 اللي هو المعامل العادية زي معامل الطلبة، معمل عادي بسيط جدا في بالانس وفورتكس وانكوبيتور وحاجات زي كده، فبالتالي ممكن ما يعني كونستنتلي مش معروف ان هو ممكن يسبب اي نوع او في مواد تكون ضارة بالانسان. ده البيزك بايوسيفتي ليفل 1، ده اللي هو 95% من المعامل اللي موجودة. البي اس ال 2 اللي هو انه ممكن يكون اسوشيتد مع بعض الهيومن ديزيز، ويعني ممكن يكون بقى ان يحصل يعني ان يكون شخص في ميمبرينز او في ميوكس او مخاط او انجيشن وحاجات زي كده، فبالتالي بتتدرج الخطورة نمرة 2 ل عن بي اس ال، يعني مثلا معامل بتشتغل مع على الميكروبات الممرضة العادية البسيطة زي الباسيلوس مثلا، أو مثلا الإيكولاي حاجات زي كده. لما بنخش بقى بي اس ال 3 اللي هو إيه بقى؟ إن هو إنه ممكن يكون الإكزوتيك إيجنتس أو المصادر الغريبة أو الضارة اللي موجودة جوه المعمل دي ممكن تنتقل عن طريق الهواء الريسول الترانزميشن، وممكن تسبب أمراض خطيرة أو على المدى البعيد الشخص ممكن يحصل له وفاة، بس مش مؤكد إنه يموت، لكن ممكن يحصل له مرض خطير زي إيه مثلا؟ زي التي بي يعني مرض السل مثلا أو حاجة زي كده. ودول برضو بقى البي اس ال سي ده معامل قليلة جدا، يعني ممكن كل دولة فيها معمل واحد أو حاجة زي كده، وفي دول ما فيهاش يعني. البي اس ال 4 بقى دول عددهم قليل جدا على مستوى العالم، ان الغلطه هنا بفوره يعني خلاص لو حصل اي نوع من انواع الريليز للبيولوجيكال ايجنتس دي عن طريق الهواء فهو ده لايف ثريتنج ديزيز، يعني عدوى بموت على طول. ما فيش الايدز الايبولا وطبعا زي الكوفيد واي كل انواع من الفيروسات اللي هي الفيروسات التنفسيه. يبقى معنى أصح إن هي دي إن أنت لازم يبقى عندك يعني شيرد ريسك شيرد انترست اللي هي الهيومن هيلث والانفيرومنت والانيمال هيلث. ده الغرض الأساسي. الدكتورة هتكلمكم على ده بالتفصيل، العلاقة بين البيو سيفتي والبيو سيكيورتي، و يعني ده رسم مشهور جدا عاملاه الـ WHO، وهي هتكلمكم فيه بعد كده يعني. اخر حاجه اللي هي البايو اسكس، اكيد كلكم سمعتوها، اللي هي الاخلاقيات الحيويه، دي كلها من الترمينولوجي اللي احنا ممكن هنسمعها، اللي هي طبعا الاسكس والمورال امبليكيشنز اوف نيو بيولوجيكال ديسكفرز اند بايوميديكال ادفانسز، مجموعه الكودز الاخلاقيه اللي بتبقى جوه المؤسسه لاي شغل على الليفنج اورجانيزم سواء انيمال خصوصا الاكسبيرمنتال انيمال. متشكر جدا، وإن شاء الله نبدأ مع الدكتورة أزهر، وبعد كده نبقى نتلقى الأسئلة بتاعتكم إن شاء الله. استوب شير منين؟